المباريات اللي جرت يوم الامس امسيه الامس شهدت مباريات جميله، لكن الكره بتعود الى الدخيري، تمريره اماميه الى باولينو باتجاه الواد في منطقه الجزاء، خطره يضع أول الأهداف لضيوف فريق تبع الحصن اللي لم يتنازل عن صدارة الدوري. نعم يا الكول الثالثة في 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 مشوار تبع الحصن في هذا الموسم. عدد المربوعي إلى كايو، العرضية المنتظرة تبحث عن رأسية، تبحث عن متابعة المربوعي كل الحلول مع المربوعي. سجل الهدف الثاني وتعديل النتيجة. يا السلام يا المربوعي، يا السلام المربوعي يسجل الهدف الثاني. في وسط الملعب باتجاه عبد الله المطروشي، فاتح معاه جاسم النقبي، عالية وأمامية اتجاه باولينو. باولينو باولينو يعدل النتيجة، باولينو يرفض الخسارة الثالثة خارج الديار. هذا هو باولينو يا ساتر، هذا وقته وهذه كراته. الله يا باولو.